وانقلوا هذا لغيركم، لأهلكم، لأحبابكم. لو تحطمت الجبال على رؤوسنا وتزلزلت الأرض تحت أقدامنا لا نترك الإسلام، عليه نبقى وعليه نموت لنلقى محمدا بإذن الله. اثبتوا على حب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي شرفه الله وكرمه، وهو الذي لو مدحناه من الآن إلى أن نموت هو صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. لو كنت أبصرته حيا، لو كنت أبصرته حيا لقلت له لا تمشي إلا على خدي لك القدم، لا تمشي إلا على قلبي لك القدم، لا تمشي إلا على صدري لك القدم، لا تمشي إلا على عيني لك القدم، لا تمشي إلا على رأسي لك القدم، لا تمشي إلا على رقبتي لك القدم.